يتكلم عن الحادثة التي وقعت في نيوزيلندا، أنه أحدهم دخل المسجد وقتل مجموعة من المسلمين، صلى الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يجعلهم شهداء، وهنيئا لهم. يعني هذه الميتة، الإنسان يموت وهو ساجد أو وهو في المسجد، هنيئا لهم ذلك، رحمهم الله تبارك وتعالى وغفر لهم. أما كيف نتعامل بهذا؟ الأصل عدم نشر مثل هذه الأشياء بين الناس، إلا إذا كان على سبيل استثارة الناس، استثارة غيرتهم على إخوانهم المسلمين، والتثبت كذلك قبل التكلم في مثل هذه المواضيع، التثبت من هذه الأمور. ثم بعد ذلك اللجوء إلى طلب من أولياء الأمور كذا يتدخلوا في مثل هذا الأمر للدفاع المسلمين في أي مكان. شوف الآن كل الدول، إذا نصراني مثلا أوذي في مكان، تدخلت الدول النصرانية تدافع عنه، وكذلك البوذي وكذلك الهندوس، كذلك المسلمون باب أولى أنهم يدافعون عن إخوان المسلمين في كل مكان. صلى الله تبارك وتعالى لهم المغفرة، صلى الله تبارك وتعالى أن يجازي هذا، حتى لو اختفى عن أعين الناس مثلا وقال لم نجده أو طلع براء أو كذا، عنده يوم قيامة الحمد لله. يعني هذا يوم القيامة يعني يهون علينا كثيرا من الأمور، مهما غشك إنسان، مهما إنسان افتلت من العقوبة وكذا، في يوم قيامة هو أشد بكثير من عقوبات هذه الدنيا. يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم أشعلوا نارا، قال أرأيتم هذه النار؟ إن نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا، يعني أفضل منها يعني عنها 70 نار جهنم والعياذ بالله. فإنسان يبقى أمله بالله سبحانه وتعالى، والله المستعان.